وبالنسبه للجماهير ديالنا اللي خصهم يعرفوا اننا هذه المقابله اللي عندنا ما عندناش شي خيار من غير الفوز، يعني التعادل ماشي مصالحنا، يعني غنحطوا داك الشيء اللي عندنا، يعني تنتمناو يجيو ويساندونا ويعاونونا بواحد الدفعه ان شاء الله في هذه المقابله اللي ماشي غتكون علينا سهله، ولكن غادي نعطيو داك الشيء اللي عندنا اللي خص يعرف الجمهور انه خص يجي يعاوننا ويساندنا وان شاء الله نحقوا المبتدا هو ثلاث نقاط، يعني ما عندناش شي خيار اخر اننا نتعادلوا ولا نخسروا، يعني عندنا لوشوا وحده هي اننا خصنا نفوزوا وناخذوا ثلاث نقاط ديالنا ان شاء الله اللي تخلينا عندنا الحظوظ ديالنا باش نتأهلوا ان شاء الله ان شاء الله للدور الموالي ان شاء الله ديال عصبة الابطال.